نعم للأسف الشديد حكومة الوفاق، لأن الأزمة في الجنوب ليس أزمة جديدة، يعني نعم. حكومة الوفاق هي طرف في ما يحصل في الجنوب الليبي بتخاذلها في السابق، ويوم كانت الأمور كلها سالكة في المنطقة الجنوبية على الأقل لا يوجد حفتر، وهي أيضا من تسببت في هذه الأمور التي يعيشها الجنوب الآن. نحن الآن أمامنا حل العديد من الخطوات التي يمكن أن تقوم بها حكومة الوفاق لحل حالة الأمور في المنطقة الجنوبية، وهي أيضا وهي محاولة كيف تصل الوقود إلى تلك المنطقة. بعض بيار الوقود هي من الأساسيات، وأيضا الأموال الغذائية بالإضافة إلى السعي، وهذا أعتبره وهو الأهم ومن الضروري أن يكون بشكل عاجل، وهو استكمال فتح وتشغيل محطة أبار الغازية، وهي التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يمكن أن يجعل من الناس في المنطقة الجنوبية يبقوا حتى في أماكنهم ولا يفكروا بالهجرة. الآن المنطقة في الناس في المنطقة الجنوبية أو المواطنين في المنطقة الجنوبية يحاولوا أن يهاجروا من المنطقة نتيجة لانعدام أي سبل للحياة الكريمة، فالمحطة الغذائية في البخارية في هوباري هي السبيل الوحيد لبقاء الناس هناك. يعني.